للحديث عن استمرار معاناة الموصل وأهلها في ظل تلكؤ مشاريع إعادة الإعمار، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية السيدة الثائرة العقادي. أستاذة الثائرة، بداية مرحبا بك. رغم مرور 5 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، لم تستعد المدينة الحياة بعد بطء عمليات إعادة أو مع بطء عمليات إعادة الإعمار. من الجهات التي تقف وراء تعطيل وتيرة الإعمار رغم وجود المخصصات ورغم وجود الدعم الدولي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا ملف إدارة الموصل ملف ما يزال يعني مشكلة كبيرة فيه بسبب وجود عشرات من الفصائل والميليشيات المسلحة تابعة للسياسيين، وايضا عندها نفوذ واسع وسطوة كبيرة تبحث عن مقاولات وعقود في ملف الإعمار. حتى اصبحت هذه الجماعات المسلحة لها النصيب الاكبر في النشاطات الاقتصادية والتجارية، وهو هذا انعكس سلبيا على المدينة. طبعا رغم انتشار عدة ألوية ووحدات عسكرية وأمنية حكومية في مدينة الموصل وضواحيها، إلا أن وجود الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران ما زالت في توسع مستمر بشكل يصفه بعض المسؤولين المحليين في الموصل بأنه ينهك المدينة أمنيا واجتماعيا وعمرانيا. فلا تزال المدينة القديمة على الضفة الغربية لنهر دجلة التي كانت في يوم من الأيام هي جوهر الموصل في حالة خراب، اليوم هي حتى في حالة يعني خراب تام. ما مصلحة تلك الجهات في إبقاء المدينة الجديدة من المدينة؟ ما مصلحة تلك الجهات في إبقاء المدينة على حالة الدمار الذي تعيش فيه الآن؟ طبعا هناك جهات حكومية تسعى إلى منع إعادة إعمار الموصل القديمة بهدف إخضاعها للاستثمار، لا سيما أنها منطقة مميزة طبعا على مساحة واسعة تطل على نهر دجلة، والأهم أن الحرب منحت فرصة التخلص من سكانها والمنازل وجميع المباني القديمة الأخرى اللي جعلتها أرض قابلة لتطبيق أي خطة يعني من قبل الميليشيات ومن قبل المستنفعين من المسؤولين في الدولة. أن الإعمار في رقعة جغرافية متوقفة والتعويضات متوقفة، وأن إن إدارة نينوى بعد الحرب يعني شكلت 3 إدارات من المحافظين. أول محافظ كان هو نوفل آغول، وبعدها منصور المرعيد، وحاليا نجم الجبوري. هؤلاء ألمحوا إلى إمكانية الاستثمار في هذه المنطقة، إلا أن الرفض الشعبي في كل مرة لتنميحاتهم رأى عدم تطبيق الخطط أو تأجيلها إلى وقت آخر. هناك ثلاثة عناصر ترتبط مع بعض: المحسوبية، المحاصصة، الفساد. في ملف إعادة إعمار الموصل، مئات المشروعات المتلكئة باعتراف الحكومة، ماذا يعني الاعتراف الحكومي دائما بتلكؤ المشروعات أو تعطيل عملية الإعمار؟ طبعا سقوط الموصل بنظر عموم الشعب كان مؤامرة كبرى، وبالرغم من سيطرة القوات الحكومية وميليشياتها المحافظة منذ 5 سنوات، لكنها ما زالت تعاني الإهمال المتعمد والفساد والابتزاز وأزمة المشاريع المتلككة وضعف العمليات الاستخبارية وضياع أموال النازحين والإعمار. تم تحويل الأموال المخصصة لإعادة الإعمار من قبل البنك الدولي لمساعدة الحكومة الفيدرالية في مكافحة فيروس كورونا، يمكن أعتقد سنة 2020، مع تضاءل مواد خزانة الدولة مع انخفاض أسعار النفط. دور الدولة الموازية وتأثيرها مع قوى المحافظة السياسية في تسوير التصرف أو الهدر أو الاستيلاء على المال العام هو الدور الأخطر والمهدد لسلامة العقد الاجتماعي. الدولة اليوم تعاني من قوة اللا دولة التي يتحدث عنها المثقفون العراقيون، طبعا المتخصصون في العلوم السلوكية، التي هي وسائل متشابكة مع الأدوات تنخر في جسد الدولة وتنهب موازناتها لمصلحة قوى سياسية خارجية.
وأيضا طيب. داخل الحكومة العراقية. أستاذة ثائرة، يعني هل يمكن أن ندرج التلكؤ في إعادة إعمار الموصل في إطار التغيير الديموغرافي الحاصل في العراق ما بعد العام 2003؟ نعم. مدينة الموصل موقعها ووزنها استراتيجي، لها بعد جيوسياسيا مهما جدا، يتعلق خصوصا بما يحدث من توازنات بمحيطها القريب والمتوسط على مستوى الاستراتيجيات الدول القريبة منها والدول المحيطة، فضلا عن بعض الدول أيضا الخارجية مثل أمريكا وغيرها. طبعا هذه القوى السياسية دخلت إليها وهي محملة بأجندات مشوهة وطارئة مع بعض القوى المسلحة التي استخدمت تضحيات وشرعية. إذن التلكؤ في إعمار الموصل هي هوية الموصل الحضارية كمدينة. طبعا هي كمدينة ثاني أكبر مدن العراق من ناحية المساحة والتنوع الديني. لا تنسى أيضا التنوع الديني والتنوع الطائفي يندرج ضمن بند التغيير الديموغرافي الذي يشهده العراق منذ عام 2003. شكرا جزيلا لك الكاتبة والباحثة العراقية السيدة ثائرة العقيدي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.